فالبوينة تصدي والصمود الدفاعي لمنتخب الأندر جوان كاباي كاباي بكرة رايعة ضربة جزاء ضربة جزاء للديك الفرنسي ورقة حمراء إذا اصفرت أحمرت إذا اصفرت أحمرت واحمرت هذه المرة ضربة جزاء مستحقة عملية الدفع واضحة من باناثيوس اللي كان عنده انذار والانذار الثاني يعجل برحيله يسأل الرحيل الديز شو يملك ضربة جزاء وبعشر اللاعبين يكملها منتخب الهندوراس قسوة الزمان على لويس فرناندو سواريز فرحة الزمان كريم من أجل وضع المنتخب الفرنسي بالعدالة التركيز من فايدانيس هل يحطها كريم على يمين الحارس فايدانيس يمشي كريم يتقدم كريم جول كريم 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 على اليمين كريم 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 على اليمين الديك الفرنسي يصيح في البرازيل سيمفونية فرنسية بأقدام كريم بنزيما اذ العصور الجزائرية والجنسية الفرنسية المنتخب الفرنسي بنجومه الكبار بوجبا بنزيما والبقية يعطي للمنتخب أجمل أسبقية هدف لصفر أكثر من مستحقة أسبقية عن جدارة من جانب المنتخب الفرنسي كريم 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 يكرم وفادة المنتخب الهندوري يبعث الابتسامة بأكبر لاعبي في الميدان فالبوينا اللي وزع تدخل من ماي النار في كيروا عكس الهجوم لمنتخب الهندوراس قراءة رائعة من يوان كاباي اللي يمكن زملائه بهجوم التوزيع كريم هدف جول 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 فانا كريم 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 بنزيما يكسب المعركة هدف لصفر للديك الفرنسي منذ البداية ولعها كريم أشعلها بنزيما بيسارية ولا أروع بيسارية هذه الإعادة إلقاء من أيسر الحارس فايدانيس كرة تتخطى الخط النهائي للمرمى وهدف لصفر بداية هستيرية للكتيبة الفرنسية هنالك جدل كبير الكرة لم تتخطى برمتها الخط النهائي للمرمى أم لا؟ نعم هدف جول جول هدف بكل راحة يتحرك الفرنسيون في هذه المباراة فالبوينا اللي وزع تصويب والكرة جول جول صاروخية يا سلام صاروخية يا سلام بنزيما بأجمل الأقدام ثلاثية فرنسية عالمية كريم 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 شوف الكرة يا تجمل صورة هي الصاروخية بالأقدام الفرنسية بوصولها الجزائرية كريم 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 نار 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 في هذا المشوار كريم الغدار كرة في الزاوية 90 فيد راس يعين الأضرار مع نهاية المشوار 23 هدف لبنزيما في تاريخه مع المنتخب الفرنسي شوف لك